ما هلا رح نروح لمحطتنا التاليه. ومن المعروف طبعا انه خلال الازمات والحروب والكوارث تكثر طبعا الصدمات النفسيه. خبراء العلم يتحدثون علم النفس عن مدى الصدمه النفسيه خلال اي كارثه مثل الكارثه التي مرت بها بلدنا واللي هي الزلازل، كيفيه التعامل مع هذا النوع من الصدمات النفسيه اجتماعيا وايضا نفسيا، يحتاج الى الكثير من الوقت والمدارات والعمل بشكل جيد مع الخبراء وغيرها من الجهات المعنية. خلال هذه الحلقة تحدثنا مع الجهات المعنية إن كان من وزارة التربية ودورها في هذا الموضوع الشق النفسي والاجتماعي والإرشاد التربوي ضمن هذا الموضوع، وأيضا الأمانة السورية للتنمية التي تقدم الرعاية النفسية ضمن مراكز الإيواء. اليوم رح نحكي أكثر عن دورنا نحن كأشخاص، كيف ممكن نساعد أهلينا المتضررين من الصدمة وأيضا المختصين المتواجدين في هذه الأماكن. كل هالموضوع رح يطلعنا عن تفاصيله ضيفنا بالاستوديو الأستاذ محمد خير البابيدي، طبعا خبير في التنمية البشرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. صباح الخير. يعني اليوم صباح الخير بظل الظروف الصعبة وبعد الكارثة الإنسانية يلي صارت، خلينا نحكي بالبداية أهمية الدعم النفسي بهذا الوقت. طبعا بداية وبلدنا عم تعيش هذه يعني الأزمة الشديدة، بنقدم أول شيء تعازينا لأسر الشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين، وشكرنا طبعا لكل الشعب السوري وخاصة الناس اللي قدموا. شفنا طبعا منظمات أهلية، منظمات شعبية، مبادرات فردية طبعا من أناس يعني أهل خير. هذا وإن دل على شيء دل على خيرية الشعب السوري اللي هي بفطرته، والشكر طبعا لكل الدول الشقيقة والصديقة اللي وقفت معنا. طبعا احنا دائما بنقول انه الانسان المتضرر او المصاب او المعرض للصدمة بحاجة الى تعويض لهذه الصدمة، تعويضا ماديا نتيجة الخسائر مثلا اللي صارت معه او احتياجاته، تلبية احتياجاته. ولكن الاهم او لا يقل اهمية عن التعويض المادي هو الدعم المعنوي والنفسي حتى يتم الإنسان نوعا ما متوازن. طبعا الدعم النفسي ممكن أي إنسان الآن حتى وإن كان مختص بمرحلة ما يقدم دعم نفسي، في حال كان مثلا المصاب يعني مثل ما بنقول مفعم أو مملوء يحتاج إلى تفريغ، يحتاج إلى مواساة. ولكن في ناس طبعا بتكون عليلة يعني مصابة يعني مريضة، فهي بحاجة إلى أخصائيين بالدعم النفسي حتى يتجاوزوا هذه الأزمة ويرجعوا لحياتهم الطبيعية. نعم أستاذ محمد، يعني دائما بتختلف طبعا شدة الصدمة النفسية من شخص لشخص طبقا لصفاته الشخصية وحالته أيضا النفسية المسبقة عن الإصابة بالصدمة. خلينا نفرق، ممكن نلاقي كم نوع من الصدمة النفسية ضمن طبعا مثل هاي الكوارث اللي نحن عم نمر فيها حاليا؟ طبعا الصدمات النفسية شو سببها؟ سبب الصدمة النفسية نحن بنقول دائما نحن في عنا نوعين من العقل، العقل الواعي والعقل الباطن. العقل الواعي بيدخل الأفكار، هذه الأفكار تحت بالعقل الواعي بتصير تناقش، بيصير مجال الأخذ والرد فيها. فإذا قبلت هذه الفكرة دخلت إلى العقل الباطن وأصبحت بمفهوم العقيدة أو الشيء الثابت. فمثلا إنسان والله الوظيفة بالنسبة له وظيفته مثلا هي دخلت بالعقل الباطن أنه أنا أخي وظيفتي صارت حق مكتسب إلي، موجودة، هي اللي عم بتعيشني، هي اللي عم مصدر دخلي، أنا عم بصرف منها، أنا عم ببني أحلامي على الدخل عم يجيني من الوظيفة، وفجأة انتهت هذه الوظيفة. فهون العقل الباطن نتيجة وجود هذه الفكرة كمعتقد بيصير اهتزاز، بتصير صدمة. ممكن ما صدق أنا أول شيء هذا اللي صار، مو معقول كون أنا طلعت من وظيفتي، مو معقول يكونوا آموني، مو معقول مو معقول مو معقول. بعدين مثلا بصير عندي رفض، ليش أنا بس أنه اللي نقمت، ليش أنا كذا كذا. طبعا أنا بحكي عن تجربة، أنت ممكن أنت بقى تقيسية على باقي التجارب والصدمات. بعدين بيصير مرحلة القبول لهذه الصدمة، بعدين بنفكر بمرحلة التعويض والبحث عن بدائل. فلا بد من المرور بأربع فترات أو أربع مراحل لتجاوز هذه الصدمة. وكذلك مثلا إحنا شفنا يعني الإنسان والله عنده بيته تعب فيه، فصار له حق مكتسب هو الأمان تبعه، وفجأة خسره مثلا الأسرة
ما ضمن العقل الباطن انه انا هي الاسره معهم مع بعضهم، هذول حياتي، هذول كذا، وللاسف مثلا نتيجه حادث معين انا خسرت فرد او خسرت افراد. فالمصاب جلل، مصاب كبير، العقل الباطن احيانا ما بيتحمل هذا المصاب. فاذا ما تحمل هذا المصاب ممكن صير انا مصاب بحد ذاتي. يعني بتشوفي مثلا الناس نتيجه عدم تحملهم لهذا المصاب خسروا، يعني حتى هن لحقوا يعني رحلوا، او هن فاتوا بامراض نفسيه. لذلك بتشوفي مثلا انت بمفهوم العقائد انه انا وقت بيصير مثلا ازمه بنشوف مثلا في عنا اقوال اولى مثلا لا حول ولا قوه الا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ان الله وانا اليه راجعون. شو السبب انه اوصينا بقولة هذه الكلام؟ لانه انت عندك الفكره بقلب العقل الباطن اللي صارت شبه معتقد انه انا عندي هالامور هي كلها صارت عندي. الان وقت تصير الاصابه هذا بنهز، هي الفكره بتنهز، فممكن تاثر علي، ممكن يصير معي انفجار دماغي، ممكن يصير عندي جنون لا سمح الله، ممكن يصير عندي كذا. فبنقول احنا هالعبارات هي اللي هي بقبل العقل، اللي هي من العقائد بتفوت مباشره من العقل الواعي، ما بتتناقش هي، فبتفوت للعقل الباطن حتى توازن الفكره الاساسيه، فبيخف المصاب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الصبر عند المصيبه او عند الصدمه الاولى. طيب الأعراض أو الدلائل يلي ممكن تظهر عند الشخص يلي عنده اضطراب ما بعد الصدمة، يمكن في كتير أشخاص اليوم عندهم خوف لكن تختلف درجة الخوف عندهم. في أشخاص ممكن يصير عندهم بفقدان يعني بالوعي، دوران، دوخة، فهذا الشيء ممكن نقول إنه هو من أعراض الاضطراب ما بعد الصدمة؟ طبعا لا شك أي إنسان تعرض لصدمة بده يمر بهاي المرحلة. يعني مثل ما بقول إحنا بالعامية، قال اللي بيحترق من الحليب بيفخ باللبن، ما هيك، واللي بتلدعه الحية بيخاف من الحبل. فهذا شيء طبيعي يعني. لذلك هون بيجي دور بقى الدعم النفسي، انه نحن مثلا نعطي الانسان الطمانينه، انه هلا مثلا من الطمانينه اللي يعني نحن عم ننشرها الان، انه هذا الزلزال ما بيصير زلزالين متتابعين، او تفكر انه والله بعد يومين ثلاثه حيصير زلزال ثاني، ما خلص هذا الزلزال. يعني حتى الخبراء بيقول لك على مده طويله، حتى وان كنت على فالق زلزالي. والهزات الارتداديه غالبا ما تكون ضعيفه، يعني ما هي بهداك الخطر، لانه حتى ترجع طبقات الارض. فانت وقت انا بطمئن من الناحيه هي، ما عاد بقى صير عندي القلق، لانه مثل ما بنقول يلي يعني القلق احيانا بيقتل اكثر من الحدث نفسه. صحيح. يعني في ناس نتيجه القلق بيخليها تصير وخلصنا، لانه انا تعبت من القلق او الانتظار. فانت بدك تنشر الطمانينه، فاولا بدك تنشر الطمانينه باسلوب علمي، باسلوب انك تقنعني فيه بدلائل علميه واقوال الخبراء المختصين. الشيء الثاني بدك انت تقتنع وتقنع الآخرين أنه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني اللي الله كتب لهم الشهادة بهذا الزلزال هو هذا أجلهم، يعني مشان نحن ما نقول أنه والله بسبب الزلزال أو بسبب، في ناس يعني بالبيت وما هي وتوفيت يعني، بس الله خلينا نقول نحن نفوت شوي هيك بمجال الروحانيات، أنه الله كتب لهم الشهادة، الله كتب لهم الحمد لله مثلا يتقبلهم بعداد الشهداء. الآن نحن كدورنا أنه نطالع الناس اللي تعرضت لهذا هذه الأزمة من المحنة، لأنه العقل بيكبر هذه المحنة، لأنه بيفوت بمجال الأفكار السلبية. فأنت كداعم نفسي دورك أنك تخلي هذا الإنسان يفرغ أول شيء اللي عنده. يعني مثلا تقعد معه شلون صارت، والله انهزت البناية مثلا لا سمح الله، انهزت، ركضنا كذا كذا، أكيد كنت أنت بحالة صعبة. أنت كمل الشيء اللي هو ما قاله، أظهر معه التعاطف. مجرد انت ما اظهرت معه التعاطف اخترقت المجال الطاقي يلي حوله. وقت بتخترق المجال الطاقي يلي حوله بصير هو بيقبل بقى الافكار اللي انت بتعطيها، خلق قدر الله وما شاء فعل، وان شاء الله يا رب هلا في تعويض يعني مثلا عن الشيء اللي صار، واللي راحوا الحمد لله شهداء، الله كتب شهداء والحمد لله على سلامتك، وتشوف مثلا هيك بشكل جماعي. لكن شرط اساسي للداعمين النفسيين انه ما يكونوا هن عبء على المدعومين. صحيح. انا كثير ناس بتجيني مثلا حالات انه داعم نفسي صار هو جزء من الازمه، يعني نتيجه شوفاته، نتيجه حكيه، نتيجه هو بيكون تاثر اكثر. احتراق. فقي نفسك الاحتراق. انت بدك حتى تكون انت قادر على الدعم بدك تكون في فاصل بينك وبين الحاله، ما انت تتاثر فيها، انت تاثر فيها. نعم استاذ محمد، يعني بنعرف كمان يعني بظل هاي الكوارث اللي عم بتصير، مو بس الاشخاص اللي تضرروا، الاشخاص المحيطين حتى بمحافظات بعيده، سمعنا لفتره طويله من الوقت اشاعات كثير، في ناس تاثرت بهالاشاعات،
في ناس عم تخاف تطلع احيانا تنام ببيوتها، عم تروح تنام ببيوت ثانيه انه خوفا اذا صار زلزال اخر، ممكن اذا نمنا بالسياره بالشارع يكون اخف وطئه. هي الحاله النفسيه كمان هي حاله تصنف ما بعد الصدمه وبعد مشاهده طبعا الكوارث شو صار، فبصيروا بيخافوا. هي الحاله كيف ممكن يتم التعامل معها؟ طبعا قلت لك استاذه سلمى نحن في عندنا اقوال خبراء مختصين بهذا المجال، فانا من بعد ما صار الزلزال يعني خبراء كثير قالوا لك انه ما في يعني زلازل تصير في بعضها مثلا بنفس الشده او ما في حدا بيقدر يتنبأ بالزلزال، يعني حتى قالوا انه الفالق الزلزالي يعني ربما يحتاج الى عشرات السنين او اكثر من 100 سنه اذا بده يتكرر هذه الحاله، وقالوا لك انه بيصير عدد كبير من الهزات اللي هي حتى ترجع طبقات الارض لمستواها، فبتكون هي اقل من 5 او اقل من 6، فهي ما بتاثر تاثير كبير. هلا نحن بدنا نكون نوعا ما عمليين، يعني انا مثلا وقت بشوف والله نتيجه الزلزال بناء عندي متصدع، ايه معلش بغادره معلش بغادر، لحتى مثلا هلا مثلا شو عم تشوفوا انتم اللجان مثلا من نقابات المهندسين من المحافظه، ما في مانع اتصل ويجوا يفحصوا يعطوني الراي الخبراء، خلينا نكون منطقيين خلينا نكون واقعيين. اما انا والله مثلا بمحافظه بعيده عن مركز الزلزال او محافظ المحافظات متضرره عشرات الكيلومترات وما صار عندي يعني ولا اي دلائل على البناء او كذا، فليش انا حتى بالغ بالخوف؟ صحيح. الامر الاخر انه انا الان نحن هلا بخاطب كل الاخوه المواطنين كلياتهم دون استثناء، رجاء رجاء خلوا التعاطف ايجابي، يعني انا اذا بدي تابع والله الزلزال وتابع الناس اللي يا حرام متاسفه وصرت انا حزينه وانا عم ببكي وانا دخلت بمرحله اكتئاب وانا طيب شو استفادوا يعني المتضررين؟ خلينا نكون ايجابيين، عندك قدره تدعمنا اهلا وسهلا، عندك قدره الان تتبرع لبنك الدم مثلا كون ايجابي، عندك قدره تتبرع ماديا مثلا كتر خيرك، ما عندك قدره يا اخي ادعي لنا، انت حساس كثير، ما في داعي تتابع هذه المشاهد، يعني خلينا نكون حزننا ايجابي، تعاطفنا ايجابي، انا بدي الشيء الايجابي، يعني مثل ما نقول دائما نحن ان توقد شمعه خير الف مرتين من ان تلعن الظلام، المشكله انه كثير او 75% من الناس تعاطفهم سلبي، انه والله انا شفت الزلزال صرت عم شوف كوابيس يا على قامتي عليهم ما ادري شو، صرت حزينه، صرت عم ببكي، صرت يا اخي انت ضريتي حالك وما فتينا، انت ضريت حالك وما فدتنا، فياريت نحن نغير اسلوب التفكير شوي حتى نكون ايجابيين، عندك قدره تساعد ماديا كتر خيرك، عندك قدره تساعد معنويا كتر خيرك، عندك قدره تتبرع بالدم كتر خيرك، عندك يعني شوفي استاذه اليوم الدعم النفسي لا يقل اهميه عن الدعم المادي. صحيح. يعني شوفي انت مثلا هلا فرضا والله اوحت مثلا نحن نشوف مثلا موضوع اوحت مثلا الاداره الامريكيه انه والله مثلا رفعت العقوبات عن سوريا، ايحاء على فكره يعني مشان تظهر انه انسانيه، اما هي ما في هذا الشيء بالاساس يعني، لكن نتيجه هذا الهاله النفسيه لاحظي انه مثلا العمله تحسنت بشكل رهيب خلال نهار واحد، لاحظتي كيف؟ معناتها شو الامر؟ هو بالاساس نفسي وبالاساس معنوي، الاخوه مثلا ببعض الدول العربيه عملوا مبادره هلا انه يستبدلوا عملتهم بالليره السوريه، امبارح مثلا ارتفعت قيمه العمله السوريه، شوفي اليوم مثلا بلشت المواد تتوفر اولا تمهيدا لنزول اسعارها، معناتها الامر شو بيكون؟ اكثر ما هو مادي هو نفسي، ومن هون اهتمامنا دائما نحن بالدعم النفسي. يعني ببداية حديثك ذكرت أنه فعلا الأشخاص يلي بيخافوا زيادة وموسوسين يمكن ما يتركوا فرصة للأشخاص يلي عندهم سكن يعني، طيب خلينا نوضح أكثر، الصدمة ممكن تؤدي لمرض نفسي مزمن؟ طبعا نحن إذا كان الصدمة ما تعرضت لعلاج فهي ممكن تؤدي مو بس لمرض نفسي، ممكن تؤدي لانتحار، ممكن تؤدي للإنسان يقتل نفسه وهو حي، يعني بصير مثلا عندك الانعزالية، بصير عندك الاكتئاب، بصير عندك مثلا هو بحد ذاته بتلاقي بالليل صار يصرخ، مثلا بالليل بيفتح الباب وبيطلع، بتهيئ له انه والله عم تصير هزه هي ما صارت هزه، انتبهت علي كيف؟ لانه عايش ضمن هذه الهاله، فنحن كداعمين نفسيين بدنا نطالعه من هذه الهاله، مثل ما قلت لك نحن اول شيء نتعاطف معه، منرمم
الشيء اللي هو ما قاله حتى يقبلنا نحن متعاطفين معه، بعدين بقى بنستبدل الافكار السلبيه اللي عنده بالافكار الايجابيه. مثلا الفكره السلبيه انه والله زلزال وكذا، بدي ابدل له انه هذا الزلزال ما بيحدث مثلا، يعني هلا ما عم نستطر الزلزال والله بعد يومين او بعد ثلاث ايام. الهزات الارتداديه بدي اقنعه بعد ما يقبلني انه الهزات الارتداديه هي بتجي اخف بكثير من الزلازل، والابنيه اللي ما تاثرت بالزلزال ما بتتاثر بالهزات، والابنيه اللي تاثرت مثلا بنتاكد من سلامتها او ترميمها او كذا حتى نقرر اذا بدنا نغادرها ولا ما بدنا نغادرها. الشهداء هذا موعدهم وهذا القدر اللي الله كاتبه، لا نقدم ولا نؤخر، والله كتب لهم حسن الخاتمه. مثلا الشغل الامور الماديه يلي انا مثلا جنوه عمري خسرتها، الحمد لله في حكومه ربما متوقف معك، في الحمد لله منظمات عم تدعمك، في ناس عم تقدم الحمد لله. فأنا دائما بعد ما يقبلني ممكن استبدل له الأفكار السلبية بالأفكار الإيجابية واحدة وراء واحدة، حتى هو بحد ذاته يصير معي بمرحلة ما يدعم الآخر. أكيد، يعني معلومات مهمة جدا اليوم من حضرتك أستاذ محمد، شكرا لك وشكرا لكل الدعم النفسي اللي قدمته للناس. شكرا لك. طبعا شكرا سلمى، شكرا هايدي، شكرا كثير لك أستاذ، شكرا للإخبارية السورية اللي واقفة معنا طبعا من خلال برامجها وعم تغطي هذا الحدث الجلل. نأمل إن شاء الله أنه يكون الفرج قريب عن الشعب السوري بشكل كامل. شكرا.